أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. المحكمة الجنائية الدولية تحكم على راتكو مالاديتش بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب إبادة في سربينيتشا. الأمم المتحدة تقول إن إدانة الزعيم العسكري السابق لصرب البوسنة انتصار هام للعدالة. وأمهات سربينيتشا راضيات جزئياً على الحكم المؤبد ضد مالاديتش. في لبنان، رئيس الحكومة سعد الحريري يعاهد مناصريه على البقاء معهم للدفاع عن لبنان بعد وقت قصير من إعلان قراره بالتريث في المضي رسمياً باستقالته. أما جديد أبل لعام 2018 فقد يذهل الجميع وقد ينسيهم سلبيات آيفون إكس، فالشركة تستعد لإصدار 3 هواتف العام المقبل، ما سيشكل مفاجأة للعالم.